مرحبا، اسمي جولشاه بايزا كايهان. أنا طالبة في قسم تصميم وإدارة الاتصالات في كلية علوم الاتصالات. تمتلك جامعة أناضولو حرما جامعيا واحدا يسمى حرم يونس إمرا الجامعي. الحرم الجامعي في جامعتنا هو حرم مدينة، ويقع في قلب مدينة إسكيشهير. يمكنكم الوصول بسهولة إلى كل جزء من إسكيشهير من حرمنا الجامعي الواقع في وسط المدينة، إما سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل العامة. تستمر الحياة بكامل حيويتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في حرم يونس إمرا الجامعي الواقع في وسط مدينة إسكيشهير. يمكنكم في حرم يونس إمرا الجامعي الذي تستطيعون فيه رؤية كل درجات اللون الأخضر التقاط صور جميلة جدا ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد لا ترغبون في مغادرة حرمنا الجامعي الآمن والأخضر الخلاب. تنتظركم العديد من الإمكانات في جامعة أناضولو، من الصالات الرياضية إلى حمامات السباحة، ومن مراكز اللياقة البدنية إلى ملاعب التنس وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة. يمكنكم دراسة تخصص مزدوج أو فرعي في القسم الذي تريدونه. لقد درست فصلين هنا. يجب أن تشاركوا في النوادي الطلابية التي تعمل في مجال اهتمامكم. يجب أن تقوموا بدور نشط في الأحداث والمشاريع. تدعم جامعة أناضولو مشاريع الأندية الطلابية وتولي لها أهمية كبيرة. هناك عشرات النوادي في انتظاركم. توفر مكتبة جامعة أناضولو المركزية الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستثناء شهري تموز وآب. لدينا في المجموع أكثر من 1,000,000 كتاب مطبوع وكتاب إلكتروني، إضافة إلى المقالات والمجلات الإلكترونية والدراسات الأكاديمية التي بانتظاركم. تنتظركم في الكافيتيريا وجبات محضرة في ظروف صحية وبأسعار مناسبة للطلاب لثلاث وجبات، الإفطار والغداء والعشاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد قوائم خاصة للطلاب الذين يتبعون نظام غذائيا نباتيا، كما يتم توفير قوائم طعام صحية لمرضى السكر ومرضى الاضطرابات الهضمية. تعد جامعة أناضولو من أكثر الجامعات نشاطا في تركيا. يقام ما يقارب من 2500 نشاط رياضي وثقافيا وعلميا واجتماعيا سنويا. تقام العديد من الفعاليات من المسرح إلى السينما، ومن الحفلات الموسيقية إلى المؤتمرات. يمكنكم تكوين صداقات جديدة في حرم يونس إمرا الجامعي الذي يعتبر أحد أجمل الأحرم الجامعية في تركيا. يمكنكم تطوير أنفسكم بكل معنى الكلمة من خلال الفرص الاجتماعية والرياضية والثقافية القوية التي توفرها جامعة أناضولو. يمكنكم أن تعيشوا سنوات دراستكم التي ستتذكرونها دائما بشوق، ويمكنكم جمع ذكريات لا تنسى. أوصيكم بالاستمتاع بفرص الحرم الجامعي والاستفادة من جميع مرافق جامعتنا. نرحب بكم جميعا في جامعة أناضولو من أجل بداية جديدة. بالتوفيق في الامتحانات.